السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تقفل الشباك، الناس عاملين يسمعونا. احنا عاملين لايف. انتي كان ماريا ايفا مكاتي مش تورا ميلامة يا خرام ميلامة كان مكاتي مش تورا. المهم يا جماعة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتي وقناتكم. خلاص يا عم قناتك خلناش حاجة، فحبيت انت هترميها هتعمل لنا يشبق in our faces. حبيت اني اشارككم بعض اللحظات اللي انا باخديها هنا في بريطانيا، انا واخي عبد الحكيم. في اسم من اسماء الله انا ماليش في الهزار، انا كنتش بهزر، انا اخطأت في الاسم. في اسم من اسماء الله تلاقيني انا بقى خلاص سحبت ومشيت، انا كنتش ماليش في الهزار. طب ليه بتسوق بالطريقه دي؟ جبت لنا صداع يا اخي، ما تعرفش تلعب بالكلتش بالراحه. Listen Mario, I have an automatic car, right? I'm not used to this shit. This is a manual shit. المهم يا جماعة، انتوا كيف اخباركم اليوم من اكثر الايام حرة؟ احكي لهم حكيم الحر الساعة كم؟ الساعة كم؟ الساعة بيبدأ الحر يبدأ من المغرب الساعة 3. خلاص انت اخطأت خطأ كبير ماهر. خلاص، فعندما تكلمت عن الحر ذكرت الساعة وليس لها علاقة بالساعة. المهم داخل غرفتي كانت درجة الحرارة تقريبا 25، بس انا ببص هنا مكتوب 21، فانا مش فاهم ازاي يعني. هنا كام؟ 21، مع انه في جوا غرفتي كان 25، يمكن لانه الشمس ضرب عليها. المهم صدقوني يعني الدنيا حر، صدقوني مصدقينا كمان. فرايحين فين بقى حكيم؟ احكي لنا، عشان الاخوة والله الاخوة تحب يعني تستمع الى الفقرات هذه اللي هي فيها من الطرافة والفكاهة، ويحب يكون فيها شوية معلومات يعني الاخوة هيك يحبون. اقول لك يا سيدي، احنا رايحين الى محل بي ان ام، انا حسيته محل خطير، يمكن الناس اللي عايشة في بريطانيا يعرفوه كويس. بي ان ام، ما احنا لسه مدخلين عليه امبارح. مدين عليه امبارح، هتدين عليه تاني؟ ما احنا رايحين عليه، ما احنا عايزين نشتري البلاستيك. لو تقدر حتى مار سكرين شوت بس على البلاستيك اللي انا عايز اشتريه. انا اشتريت 2 يا اصدقائي، عايز اجيب 3 سلوسي اهو. السرير بالساعه 3 اهو، فانا قلت خلاص اجيب الثالث. هما الواحد ب 699، الاثنين ب 12، فانا هشتري 2 كمان، اكيد هيلزم لنا بقى في البيت. أنا والله حبيت إني أستغل هذه الفرصة إني أشكر أحد المتابعين أو المتابعات في هذه القناة، لأنه أرسل لي دعم كبير جدا، يعني ما كبير جدا بس يعتبر صراحة كبير. أحسنت يا ولدي، شفناش حاجة من الدعم ده يا ماهر. لا أنا أعطيتك منه 1% ولا 2%، أنا مش فاكر. إيه النظام يا ماهر؟ بس أنا أديت لك منه 2% يا حكيم. أكمل يا حكيم أكمل. عايزين نخس يا جدعان. طيب اتفضل حكيم، احكي لنا ماذا عندك، ماذا عندك من قصص وحكايات؟ هقول لك قصه دلوقتي هتخليك ترجع. ارجع؟ احسنت. اما هذا الرجل رافيل رجع الى قناتي، عمال هذا الحقير يشتم الرسول، يقول الرسول العربي المتخلف عليه من الله ما يستحق، وهذا الشيء البسيط حقير عمال يشتم الله سبحانه وتعالى، تكبر على خالقه. وانا والله حظك حلو ان انا نسيت اعمل لك بلوك، دلوقتي لما ارجع البيت يا استاذ رافيل نهايتك خلاص، بل تعس وفشل في قناه حكيم، انت قصتك انتهت ورميناك في مزبله التاريخ. تعس وبأس وفشل تحت المزبله. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. لا انا بقى لا حلقي في الدرك الاسفل من مزبله التاريخ. طب اسمع بقى الايه الثانيه استاذ رافيل، لماذا تشتم يا صديقي؟ اسمع الآية في سورة طه، الله يتوعد لهؤلاء. اسمع ونبي، اسمع الآيات يا أخي. يا الله ابدأ ماهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابدأ ماهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد بسم الله الرحمن الرحيم هذه بداية الفاتحة وهكذا تبدأ بها الآية، بس صدق الله العظيم هذه بدعة، ما عمر ما أتت وصدق الله العظيم، يعني هي بس فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تستعذ، تقول بعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبدأ تقرأ، بس ما في داعي تقول صدق الله العظيم. عادي لو واحد قالها ما فيهاش حاجة يعني. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. طب انا هعيدها بنفس الصوت. اتفضل.
هو نفس الصوت يعني. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. سلام عليكم. هذا صوت الرفيع بنت عبد الباسط. عبد الباسط بالضبط. بس فعلا هذا ان شاء الله فعلا ان شاء الله هذا يكون من هم ذكرت الايه فيهم. اتى رب مجرما يعني بيسب الله. استاذ رافيل قررنا في هذه القناه بعد ما عملنا ميتنج مع المشاهدين نبعتك لصفيحه القمامه ونسد عليها كمان ونسد عليها ونطف عليها قبل ما نقفل القمامه وخلي لك شويه دبنتين ثلاثه معاك كده واحنا لانك غلط. بس عيب يعني المشاركين يعني عيب. احنا احترام الله ما ينفع من هذا الكلام. استنى بقى استنى لا ده بيغلط في الدين. اعتذر حكيم. والله في اتصال معلش اسمح لي اخويا في اتصال. هيا بينا الى تعبنا من هذا المشوار يا اخي حكيم. وانت اصلا بتحب الشراء صح. كويس انت فكرتني ان انا احط من ال اليوكروكروم ما طاب من اليوكروكروم. يو كروكروم يو يو تالي اسمه ميركوري كروم. ميركوري كروميك اسيد. دي الحاجات القويه اللي جنب العربيه. طب ما تعبنا احنا عايزين برضو قطعه. قطعه من ايه؟ من الدجاج. عايزين قطعه من الدجاج برضو ولا عادي احنا عمرنا ما كان عندنا. يعني عمرك؟ عمرك كان عندنا قطع من الدجاج يعني. عمرك؟ يا رهيب العربية دي. مين اللي عملها كده؟ بيوتيفول كلر. شوف الوان العربية دي قوية. هلا حبان عليك. اسمها ريسبونس يوني. اسود بالفوسفور. يا اتس ريسبونس يوني معي. عجبتني. يا ودي كمان عربية قوية. ما علينا. خلينا نرجع على قلب الموضوع صلب الموضوع. حكيم انت بتحب السفر صح ولا لا؟ Yeah I'm just a little bit busy mate but yeah you can talk about it later. لو انت بتحب السفر وسافرت على دول كثير هذه السنة على اي بلد بتفكر تسافر هذه السنة؟ Yeah I'm just a little bit busy mate but we can talk later if you want. I'm just a bit you know. I got something going on here and just want to ماشي. It's okay. يعني نقفل الحلقة. Yeah, I'm just a little bit busy mate. That's all. يعني مايقفل عايز ايه؟ الاشارة دي بايظة متهيألي. شفت صلحوها النهارده. اخذت يوم فقط وصلحوها. Yeah, I'm just a little bit busy mate. That's all. المهم يا جماعة أنا ماهر. صاحب القناة. أنا صاحب القناة. وهذا أخي حكيم اللي هو دخل. أول ما نزلت الفيديو عملت لي لايك. طب ما كنت تعملي لي لايك قبل كده ليه دلوقتي عاملة لي لايك؟ وأنت دلوقتي نزلت الفيديو. الآن لما عجبها الفيديو عملت لي لايك بقى معجبة بيا عايزاني. طب ما صح. طب ما كنت تعملي لي لايك قبل كده لما كنت ضعيف فقير. مين البنت دي؟ واحدة في إسبانيا. لما كنت ضعيف ما كانت عايزاه. لما كنت ضعيف انا وعمال ابعت لك ما بترديش. لا تعملين لايك بعد ما نزلت فيديو روش وانا طالع روش وعمال اسافر. فعلا انا دلوقتي بقى انا كنت ضدك بس الان بتصفق. وخليها بقى تندم على ما جرى. مش هرد عليك. خليها تندم على ما جرى. عايز اطلب للمشاهدين طلب واتمنى حد يعطيني اجابه صريحه كده يقول لي 1 2 3 ما فيها لف ودوران وبتاع. ما هي الطريقه السهله لتنقيص الوزن السريع؟ انا مش عايز اقعد 4 شهور عمال اخس. قول لي يا ماهر عندي وصفه 5 ايام اول يوم كذا ثاني يوم كذا ثالث يوم كذا تنقص 10 كيلو. هو ده اللي انا عايزه. فلو حد يعرف وصفه كده حلوه يكتبها لنا تحت.
يعني باختصار عشان ما تتعبوش يا جماعة قولي لي، رقم واحد يعني يوم واحد بطاطس وجبنة، رقم اثنين مكرونة وحوت، يوم ثلاثة مثلا بيض مسلوق، عليك برجل الاخطبوط. فعلا بتضيع الوزن فعلا، رجل الاخطبوط او ظفر الاخطبوط. ايه اديت لك واحد كلاكس عشان ابين لك بظفر الاخطبوط. يا رايحين فين دول بالعجل؟ مسموح تسوق هنا بالعجل؟ طالعين بالعجل. في طريق، في طريق. عايز استغل توغلي في الشبكة العنكبوتية من خلال منصتك يا ماهر ان انا اسلم على المشاهدين الاعزاء. طب الشبكة وابعت لهم التحية الخاصة الحارة، خصوصا استنى ماهر ما خلصتش، خصوصا اوريهم لو سمحت اللي هي الميدالية اللي انا اشتريتها ب 1 باوند، نشوف لو بتشتغل. اشتريتها ب 1 باوند يا جماعة، بتكتب عليه اسمك وبيطلع يلعب الاسم. خلينا نشوف لو بتشتغل، لان اشتريتها ب 1 باوند. قاعد ادور عليها فين دي. هاي لقيتها ميدالية. وريها بس الاول للناس. اوف يا حفر. حسب اللي احنا فهمناه انه بتكتب اسمك ويقعد ينور كانه محل او كانه في السينما يعني. عندك سكينه هنا؟ ما عنديش. I thought so. شو لها ضحكة تقول؟ ايه؟ انت بتحط الستيكر. طلع بتحط الستيكر. بتحط الستيكر اللي مكتوب على الكلام عادي يعني ستيكر، وهو بينور ورا الستيكر يعني الحرف كده بيطلع شوية كده. طب ما كده احنا يعني شوية فسفوس كده. ضحكوا عليه كمان. ضحكوا عليه. ضيعنا الفلوس يا جماعة، راحت القروش. الواحد عم يحاول يوفر القروش. ودي جواها لمبات. اشتريت منها اثنين كمان يا جماعة. اثنين؟ اثنين. يعني او ماي جاد يو ماست بي سو ستوبيد ماريس، يعني ضيعنا فلوسنا وما عرفنا حتى نعمل شيء. طب انا بقى احتراما للمشاهدين هكتب مشاهدين، ما عرفنا نعمل حتى شيء. خلاص خليني انت بقى تلعب بيها تبع نفسك. انا والمشاهدين الصراحه اشمئزينا منك. اهي بتنور. مش هيبان. لازم تاخد الكاميرا تحت على بطنك. بتنور. خد الكاميرا على بطنك. طب وبعدين ايه يعني؟ بس كده يعني. نحن قربنا المطار قطوك الان، متجهين الى لندن. قبل ما تبدا حكيم احب اقول لكم شيء، انه اشتريت لكم كاميرا جديده، فان شاء الله تلاقوا صوره التحسن، التصوير بدا اعلى شويه يعني، الجوده بقت اعلى. دفعت والله يا اخي حكيم دفعت فيه 1000 باوند. 1000 باوند؟ 1000 باوند والله. والله انا هذه الساعه حكيم اخذتها لما سافرت على فرنسا، يعني هديه لنفسي يعني لنفسي، ويعني اتمنى تكون عجبتك. والله خذها مني هديه، خلاص خذها، خذها مني هديه. Forever alone you buy a gift to your own selfies. Your own selfies you buy a gift. Forever ايه يا مان؟ Forever alone. Alone. I buy a gift. طب انت بتسمع لباكس ستريت بويزز ولا للسبايسز جريلرز؟ اخر الاخبار يا جماعه، انفك الحجر الصحي في بريطانيا، خلاص ما بقى في حجر، المحلات كلها فتحت الا طبعا البابز اللي هم بيشربوه، بس بيقولوا الاسبوع الجاي هيفتح. بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الاشهر، هذا اللي شعره بيطير، منع يعني لغى حكايه انه 2 متر ديستانس. زمان قال لك انه لازم توقف قدام واحد مترين، قال لك الاسبوع الجاي هيطلع قرار انه الغي الموضوع هذا حتى ينشط البيزنس والسياح، فكله هيضرب فيها، كله هيضيع، هيصاب. ماذا ايضا ممكن احكي لكم؟ المدارس راح تفتح ان شاء الله في جولاي، يعني الشهر القادم. المساعدات كلها وقفت، مساعدات الكورونا توقفت، ما حد بياخد اي شيء، لازم تروح تشتغل. لما عندك مال تروح تشتغل، طبعا المساعدات لو معاقه او شيء هكذا، عندك اعاقه طبعا تاخد مساعدات. ذوي الاحتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه. ما ينفعش تقول. لا انا مره قلت ذوي الاعاقه، ذوي المال، هذا طبيعي جدا يعني. يعني عندك اعاقه. نوع من الاعاقه او مشكله. طيب. ذوي الاحتياجات الخاصه. المهم يا ماهر، فهذه كانت اخر الاخبار. اشكركم، اتفضل حكيم الميكروفون معك. فعلا المحلات بدات تفتح، الناس بدات ترجع الى نورمال، مع انه النهارده يوم اهو اقول لكم بس عشان يوم 22 النهارده جون، بيقول لك اكبر ارتفاع
عدد الحالات الفيروس كورونا النهارده. مستحيل والله، من اول ما بدا بيقول لك النهارده حصل سبايك، عشان يمكن هناك في البرازيل في بلاد بقى غير اوروبا شكله حصل سبايك. بتكلم على كل العالم، كل العالم مش احنا بنتكلم على اخبار بريطانيا. هنا ممكن تولع النور ده، اصل دلوقتي في ضلال. طب انت ركز في السواقه بس، ازاي بيفتح؟ انا هقول لك، خليك انت مركز، ده تودينا في هوب البحر. هوب البحر، طيب راح. واو طلع قوي الصراحه، طلع بينور فعلا، بس المنظر جميل من الامام، المنظر فعلا رائع من الامام فعلا. الطريق كله تقريبا هكذا، احنا طبعا الان عديناه للاسف، بس هذا طريق مشهور هنا في ضواحي انجلترا، ضواحي جميل فعلا. كنا نتمنى المشاهدين يجوا معانا نعمل باربيكيو، نعمل فسيخ، يكونوا قاعدين خلفنا هنا في السيارة. بل أمامنا يا ماهر، بل أمامنا. طب ما أنا اللي بسوق ولا عايزهم هم يسوقوا؟ اه طيب أنا فهمت قصدي، يعني الضيف هو اللي بيكرم الضيوف. اه طيب، بيقول لك خادم القوم، لا سيد القوم خادمهم. صحيح والله، أكيد حلوة دي الصراحة. يا جماعة أتمنى تكون هذه الحلقة عجبتكم، إذا عجبتكم اضغطوا لايك، اعملوا شير، اعملوا سبسكرايب، ولا تنسوا تضغطوا الجرس. نلقاكم حلقة سعيدة، ونراكم الأسبوع القادم. السلام عليكم.